نمجد نغني نرفع التسبيح مع نعلي ربنا المسيح. نمجد نغني نرفع التسبيح الرب عالي الرب عالي الرب عالي فوق الجبال. ملك عظيم ملك عظيم ملك عظيم لابس الجلال. الرب عالي الرب عالي الرب عالي الرب عالي فوق الجبال. ملك عظيم ملك عظيم ملك عظيم لابس الجلال. هاليلويا مجدا لله لكل شيء يهب الحياة. دوما يعلو يزيد الرب عالي الرب عالي الرب عالي الرب عالي فوق الجبال. ملك عظيم ملك عظيم ملك عظيم لابس الجلال. يخرج للحرب يسحق الأعداء من مثله جبار في القتال. جبار في القتال يخرج يخرج للحرب يسحق الأعداء من مثله جبار. يخرج يخرج للحرب يسحق الأعداء من مثله جبار في القتال. الرب عالي الرب عالي الرب عالي فوق الجبال. يخرج للحرب يسحق الأعداء من مثله جبار في القتال. يخرج للحرب يسحق الأعداء من مثله جبار. يخرج للحرب يخرج للحرب يسحق الأعداء من مثله جبار. الرب الرب عالي الرب عالي الرب عالي فوق الجبال. ملك عظيم ملك عظيم ملك عظيم لابس الجلال. الرب عالي الرب عالي الرب عالي فوق الجبال. ملك 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 عظيم ملك عظيم ملك عظيم لبيث. الرب عالي الرب عالي الرب عالي. هاليلويا مجدا مجدا للملك مجدا لملك الملوك ورب الأرباب الرب يسوع. ملك عظيم لبيث الجلال يسوع. سلام الرب يسوع بقلوبكم. سلام الرب يسوع لكل شخص عم يسمعنا هو وعائلته وبلده
وأقربائه، سلام الرب يسوع بأذهانكم، سلام الرب يسوع بقلوبكم. اليوم موضوعنا رائع جدا، هنحكي عن الحروبات الموجودة بالعالم. هنكفي من بعد ما ناخذ سلام المسيح من باسمة. في حروبات موجودة بالعالم؟ مليانة. سلام المسيح مشاهدينا. نعمة الرب اليوم تكون أكيد مسيطرة ومهيمنة، والروح القدس يكون مسيجنا تتكون هيدي الحلقة مثمرة لربح النفوس باسم الرب يسوع. اليوم منتظرين اتصالاتكم، منتظرين شهاداتكم هيك تنور حلقتنا، ومنتظرين أيضا نستقبل معنا ضيوف باستوديو بالسهرة الروحية. اليوم موضوعنا توني معركة الذهن، عن الحرب، عن الحرب. اليوم أخواتي في حروبات كتير بالعالم، وكتير أشخاص بالعالم بيخافوا من الموت. من شو بدهم يموتوا؟ لإلا تنزل شي قذيفة عليهم، أو يصير حرب بالبلد كرمال يحفظوا حالا يضلوا عايشين الحياة. بدهم يعملوا كتير إشياء، حرب من الجوع، حرب من السلاح، حرب من المرض. في كتير حروبات، أو من الوباء. في كتير حروبات موجودة بالعالم، والشاطر اللي بيخلص نفسه. اليوم اللي بدي أحكيه عن حرب غير منظورة، هي العالم كلها ملهية بأنها تسمع أخبار، تاخذ طمأنين عن حياتها، تشوف كيف بدها تكون عم بتدبر أمورها المادية، كيف بدها تكون عم بياخذ سلاح شخصي كرمال لإلا حدا يتهجم علي بوضع ما في استقرار، خايف حالي من الحروبات بشتى الوسائل. اليوم في حرب هي أهم جدا 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 من الحروبات الخارجية، هي الحرب بفكرك بذهنك. اسمها دائما الحرب الموجودة بالذهن، اسمها معركة دائما مستمرة كل الحياة باسمها معركة الذهن. مشان هيك وقت نحن مننتصر بمعركة الذهن، حننتصر أكيد بحياة معركة بالعالم، وحننتصر كل الحروبات الموجودة بالعالم، هجميع الأصعدة. في أشخاص عندها حروبات بعملها، في أشخاص عندها حروبات بهجميع الأصعدة. مشان هيك اليوم سر نجاح انتصار الحرب هو منو سلام بالعالم، أنت تعيش سلام، هو إنك تنتصر أنت بذهنك، تربح المعركة بذهنك، هيكون عايش بسلام، لأنه السلام ما بيجي من برا لجوا، بيجي من جوا وبيعكس هالآخر. إذا حابب أنت تعيش بسلام، تعيش بنجاح، تعيش محمي من الموت، من حي الحرب هم تجي موت من الجوع أو موت من السلاح، لك أنك تنتصر أولا هالمعركة الموجودة بحياتك اللي هي ذهنك، وهوليك كلهم بتكون منتصر فيهم. لكن سر نجاح المعركة بتبلش بمعركة الذهن. أول شيء الفكر، والذهن هو معمل بيصدر أفكار. شو بيصدر هذا المعمل؟ لكن خليك معي ركز، الفكر هو معمل، مصنع، بيصنع يا خير يا بيصنع شر. اليوم سوا أنا وياكم هنفحص حالنا، المعمل هيدا شو هم بيصدر، كيف هم نقدر ننتج، نعمل انتاج او يكون في سلعة عم تطلع من هذا المعمل تكون صالحة. اليوم حنعمل فحص او تيست هالمعمل تبعنا اللي هو ذهني وذهنك، وذهنك باسمة. لكن الفكر اللي بينتج خير هو معروف، ان تحب الرب الهك من كل قلبك فكرك. وفكرك هذا بينتج خير. هلا الحلو انه كل البشرية تقريبا بيقولوا نحن بنحب الرب، بس منها منشوف الخير. لكن في علامة استفهام حنحكي سوا مع بعضنا كيف بدنا نكون عم بينتج هذا المعمل خير. كل الخير. فكر الشر بيقول عليه الكتاب المقدس بأمثال 9:24، فكر الحماقة خطية. لكن فكر الحماقة خطية بأمثال 9:24. بأمثال 26:15 شو بيقول؟ مكرهة الرب أفكار شريرة. لكن أنت إذا بتحب الرب
ما لح تكون انت عم بتزعل الرب وتكون احمق، لانه الاحمق عم بيصدر من المصنع تبع ذهنه اشياء فيها شريره. وتاني اي بامثال 26 15 مكرهة الرب افكار شريره، لكن انت اذا بتحب الرب ما لازم تكون مكره عنده، لازم تكون عم بيكون عم تعمل مشيئته. ما بيهينا للرب انه انت يكون عم بيطلع من مصنعك اشياء شريره، لازم يكون عم بيطلع اشياء خير. هون بنشوف الفكر دائما مرتبط بالقلب، يعني حب الرب من كل قلبك وفكرك، مشان هيك دائما الفكر مرتبط بالقلب. بلوقا 6:45 حسب قلبك يكون فكرك، يعني انت قلبك وفكرك مثل بعضهم تقريبا متحدين حد بعضهم، حسب قلبك بيكون فكرك. بنشوفها من بلوقا 6:45 من كنز قلبه صالح يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. اليوم أنا وياك سوا ما في ثلاثة، في اثنين، ايه هم ننتج الخير الصالحات، ايه هم ننتج الشر. ولكن المشكلة الكبيرة انه اللي هم بينتج الشر بيقول انا لا منو شر، هيدا خير. ما حدا بيعترف انه هم بينتج شر. هلا اليوم نحن سوا مع بعضنا البعض نشوف ونميز شو وين نحن بانتاجنا، شو هو الانتاج. وفي اشخاص كتير بيصلوا، في احد الاباء بيقول لو صام الانسان كل الاصوام ولا يقتني الفكر الحسن لا منفع بشيء. هارجع ايضاً، لو صام الانسان، هيدا عم بيقول لو صام، يعني لو ضويت شمعة، لو صليت قد ما بدك، شو ما بتعمل عادات دينية أو صلوات أو شو ما كنت عم تعمل، حتى الصوم، لو صام الإنسان كل الأصوام ولا يقتني الفكر الحسن لا منفع بشيء. لشو؟ لكن الفكر كتير مهم إن نفحصه اليوم سوا تنشوف لإلا تكون عبادتنا أو صلاتنا أو إيماننا ما له منفع. وهون بدنا نقول إذا الإنسان بيتساهل بالأفكار إنها تفوت كيف ما كان، أكيد هاي الأفكار اللي بتفوت كيف ما كان بتسهل إنه شو ما اسمع فكرة شو ما يصير حيا لا فكرة بتفوت. أكيد هون مشاعر تبعي بتكون متقلبة جدا، وهذا الشيء بيأثر كمان الذهن اللي مفتوح وبيستقبل شو ما كان، حواس بتكون دايما عم تتحرك باتجاه خاطئ. والحواس هي السمع والعين والشم واللمس والتذوق. مشان هيك اليوم بتفكر بالاكل بتصير ايش جوعان، بدك تاكل تشتهي. كمان الفكر بيأثر على الحواس الانسان، نعم. بيصير الانسان عم بيسلك بمشاعره وبحواسه، مش عم بيسلك كمسيحي بالروح. لكن نحن علينا نسيطر على حواسنا ونسيطر على مشاعرنا بأننا نكون مسيطرين على المصنع اللي هو فكرنا، ما نكون فاتحينه مما كان يفوت ويكون سايبي الأرض اللي هي أرض المعركة هي ذهني. هلأ في مصادر للذهن، يعني في مصادر. من وين بيجوا بيعبي الذهن؟ من وين بيعبي؟ من العالم. المعمل عنده مصادر، بده ميزوت، بده مواد أولوية، بده كتير أشياء تيصدر. كمان في مصادر للفكر بيجوا، أول شيء المعاشرة، بيقول مثل كل من تعاشر أقول لك من أنت، صح، هيدا المثل اللبناني. برافو باسم شهير، جاي إديها تسمعوا. كل من تعاشر أقول لك من أنت، عافية. مشان هيك اليوم كثير مهم أني أعمل فحص أنا وين المحيط اللي أنا فيه، مين عم بعاشر. تاني شغلة المعارف تبعك من إني، يا ما في عالم المعارف تبعها مبنية مصالح، إذا عندي شغل عندي معارف كلها بتخص شغلي، لكن أنا هون بيني معارف فيها مصالح، ما فيها نعم. شيء يعني محبة الميل و و و و، لكن هون المصادر اللي هي معشرة معارفي، جيران مطرح مني ساكن، جيراني، العائلة تبعي من أمي وأخواتي
والعيلة اللي هي مثلا ابن عيلتي من زيت العيلة، ابن البلد، ابن الضيعة العيلة. وكمان في مصدر من الدينة بتسمع من كتير قصص، فيك تسمع من التلفزيون، من الانترنت، من الراديو، من وسائل التواصل الاجتماعي. هون كمان هذا مصدر مشان يكون عم بفوت هزهنك قصص ما بعرف من وين مصدرها. وكمان في نوع من المصدر اللي هو القراءة، في كتير عالم بتقرا، في ناس بتقرا قصص سياسية، في ناس بتقرا قصص شيوعية بتتأثر، في ناس بتقرا قصص جنسية بتحرك الأمور الجنسية، في ناس بتقرا قصص روحية. يعني كل شخص هو القراءة مصدر، في ناس بتقرا قصص سياسية تاريخية مصدر لذهنك. في أشخاص بيقولوا بيعملوا لهم غسيل مخ، بيقولوا غسيل مخ، اخت ومرته، الام بتقول لها ابنها اخت ومرته وعملت له غسيل دماغ او غسيل بالفكر. وفي كثير اشخاص وخصوصا ايام بالرفقه بيعملوا الرفقه غسيل دماغ لالهم، والانسان بيتاثر بالمحيط وبهالغسيل. بيقولوا في كثير قصص بنقلب فيها، وانا بمراحل بحياتي قلبت بكثير من هاي الشيء. والافكار اللي بتجيني من شتى الوسائل بتولد افكار، يعني الافكار بستقبلها، هاي الافكار بتصير تولد عندي افكار. في عندي مثلا افكار بتيجي من ورا، من خلال مثلا في واحد سالني قال لي انا يا توني ببصر ببنام اشياء جنسيه، هيدي بس انا الي دخل فيها؟ هي منها من عندي، منو بارادتي هي بتيجي؟ قلت له يا عمي هيدي لو منك انت شغل فكرك فيها وعم تفكر فيها ومفتكر فيها وفاتها قلبك، نعم. بدها تطلع. كيف طلعت؟ طلعت بحلم. يعني كمان الحلم هو في عالم بيبصروا بنام من اشياء بتخوف، بيكون في اشياء مفتكره فيها قبل وطلعت بحلم. معناتها كمان الاحلام البشعه او الاحلام الجنسيه كمان نتيجه من مصدر الفكر. يعني كيف منفكر بيكون؟ تقريبا هيك، تقريبا هيك. كمان في قصص افكار بتخوف، نعم. بتصير تخوف الانسان، افكار بتصير فيها شهوه، بتقضي مع اشخاص بيحكوا لك عن السيارات، عن الثياب، عن كثير امور بالحياه. في افكار بتجي من طبيعه الانسان، يعني طبعه، انا طبعي هيك، انا طبعي هيك. في واحد رجال طبعه مشكك، اذا تجوز وحده بشك فيها، اقول لك مامي عم تحكي على التليفون، شو عم بيصير؟ ليش هو هيك؟ اجى شخص اللي عنده بده شيء، اقول لك هذا طبع الانسان شكاك. صح. وهذا الطبع بياثرها فكر الانسان. في طبع كمان، طبع المراه يمكنها جوزها، طبع كثير في اطباء حتى بشغلنا، عندي طبع بشغلي اذا ما انا بدي سيطر فكر حالي ما الي وهره بالشغل. نعم. في افكار كثير بتيجي من طبيعه الانسان. وهالافكار من طبيعه الانسان، في عنا طبيعه الانسان عنده خوف وقلق بكثير اشياء بالحياه كمان بتاثر ها ذهنه. اليوم حنحكي اكثر عن افكار كمان، نوع ثالث من الافكار مرتبطه بالنفسيه، بالنفسيه الانسان، نفسيه. بيكون في شخص مثلا قاعد بمحل هيك في شويه عتمه ظلمه، في ثلاث اشخاص مارقين، واحد بيقول انه هذا قاعد بالعتمه بده يسرق شيء حرامي، الثاني بيقول هيدا قاعد هونيك بالعتمه ناطر وحده تمد لي اشياء من هو اياها بده يزني هونيك، الثالث بيقول هيدا قاعد بالعتمه بمخدعه وعم بيصلي. كل انسان حسب نفسيته بيفتكر، بيجي بفكره هن اشياء بيشوفها بالحياه، ويا ما في اشياء بنشوفها بالحياه بيجينا افكار حسب نفسيتنا، نفسيتنا. في اشخاص كمان هكتر ما عندهم بذهنهم ثقل موجود بيروحوا بيصلوا كثير، ولكن بيصلوا وهن عم بيصلوا بيسرحوا ما بيقدروا يركزوا. بيقول يا توني انا عم صلي بس ما بقدر ركز. ليش؟ لانه نوع الفكر اللي عم بفكر فيه بحياته العاديه هو فكر عم بيسترسل بالفكر كثير باشياء ارضيات، مش هيك بيجي تيصلي بيسرح، بيقول بيسرح بيشرد بيشرد. برافو. كثير بتصير معنا بس توني. صحيح. ليش؟ ليه بيصير في هالشردي نحن وعم نصلي؟ لانه في كثير اشياء بالعالم
عم نأتيها نتأمل فيها ونفوت فيها بالعمق. إذا بدنا نصلي منضل بصلاتنا هالشط لأنه ما منتأمل بالرب، مشان هيك عم متأملين بأشياء بالأرضيات، مشان هيك بنيجي تنفوت هالمدخل الآب أو هالمدخل الله أو نفوت بصلات نحن والرب، ما منقدر نفوت. ليش؟ لأنه عطين وقت كتير بإنا نتأمل بأمور الأرضيات. مشان هيك اليوم في أشخاص بيقولوا بتشتت أنا وعم صلي. ليش بتتشتت؟ لأنك مفتكر بكتير أمور أرضيات ومتأمل فيها ومفكر فيها ومشغل راسك، مصنع تبعك عم بيشغل بأمور أرضيات، مشان هيك ما فيك تفوت ها مدخل الرب. هي توني بس ما بتصير مرات معنا، بتصير مع حتى الكبار بالإيمان. هي يعني ما بتصير معنا باسمة، هي دي بتصير كل شيء عم بحكيه بيصير مع كل البشرية. بس اليوم في بديل، بدنا ننتصر بهالحرب القائمة بذهننا، وفي وسائل ننتصر فيها. هم نحكي اليوم شو هي الحروبات اللي مفتوحة علينا هي خاصة لما الواحد بيدخل ببلش يصلي ويدخل إلى محضر الرب، تبلش الأفكار تجي، أفكار بده يقوم يعمل شغل بالبيت. هيدا الشردة أنا كتير بتصير معي صراحة، وبجاهد إنما تصير. وفي أفكار كمان إذا بيسمع شي خبر مباشره بتتحرك، بيصير بده يعمل ردة فعل بسرعة ويبلش يغضب بسرعة وبيبلش يصير يطلع من تمه اشياء. يعني الافكار اللي بتجيني بغضب بتحرك مشاعري، مشاعري بتحرك غضبي، غضبي بحرك لساني ونبلش ننفعل من وراء اشياء سمعناها من بعد عن الصلاة. صحيح. هون شو بيصير؟ وقت انا بكون فاتح ذهني وعم بستقبل وحرك مشاعري وبلش لساني يشتغل، هون بيصير شو بيقولوا؟ انا عصبت، رحت عند حكيم أعصاب. هي منين بتروح عند حكيم الأعصاب؟ من وراء فكرك مفتوح، بيصير معك مرارة أو قرحة بمعدتك، قرحة مو مرارة، قرحة بتشد معدتك معصبي، ما فيني آكل، ما فيني. بيصير في ناس بيقولوا هي جاب لي السكري. ليش؟ عصب من شيء بيجي سكري. مشان هيك كتير ضروري إنه الأرض المفتوحة اللي هي ذهني إذا بتركها سايبة أكيد حيجيب المرض حياتي. مشان هيك لازم ننتبه جدا إن نكون عم نسكر هيدا الذهن مشان ما يتأثر جسدنا بأمراض ونروح ونبلش ناخد أدوية أعصاب. في أشخاص بيفكروا عم بياخد أدوية أعصاب ما بعرف من شو، الظرف. لا، فتح ذهنك. أي متى بيقولوا أشخاص طيب أنا إنه كيف بدي أنا أضبط الفكر؟ طيب إنه خطيئة أنا إذا فكرت. في نوعين من الأفكار، في افكار بتجي من داخل الانسان، هيدي اكيد هي خطا، في خطيه من وراها. وفي افكار بتجي من ابليس ومن العالم، ما فيك انت تمنعها تجي، ولكن في قرار انت بتملكه انك تقول ايه لهي الفكره تفوت وانك تقول لا. دائما لازم نتعلم نقول لا هالافكار اللي بتجي من ابليس ومن العالم، وحارب الفكر اللي انا فيه كمان اني قول لا لهي الأفكار الداخلية. وإذا بقول نعم لحالي وللعالم ولإبليس أخطأت، هون خطية. بس إذا إجت ورفضتها مش خطية. مشان هيك لازم في قرار أنت بتقبل أو ما بتقبل. وفي بدنا نقول اليوم كما تفكر هكذا تكون. خلينا اليوم نفوت أكثر نحن وياكم كيف بنفكر وكيف حياتنا وليش حياتنا هيك. بمتى 12:23 شو بيقول؟ اجعلوا. اول كلمه بهالآية بمتى 12:23 بيقول اجعلوا، يعني انا مسؤول اني اجعل، مسؤوليه عندي انا، انا 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 صاحب السلطه. هذا الموضوع، اجعلوا الشجره الجيده وثمرها جيدا، أو اجعلوا الشجرة رديئة وثمرها رديئا. يعني أنا بدي اجعل الشجرة جيدة أو رديئة سيئة، لأن من الثمر تعرف الشجرة. طبعا أنا وياكم من الثمر بحياتنا بنعرف شو هي هالشجرة. صح. أنا بدي اجعل هالشجرة تثمر ثمر جيد أو تثمر ثمر رديء، أنت المسؤول. أنا وياكم بدنا نجعل هيدا الشجرة اللي هي أنا ان تثمر اي ثمار. هلا منشوف شو الثمار اللي عم تثمرها انت وانا بحياتنا.
أول شيء في فكر، في فكر دائما إنه هو بيخاف ربنا وحامل ذنب على طول، أنا ما بيستحق، أنا أخطأت، أنا في نسوان أنا روحت، أنا قتلت بالكلام، أنا خنت، أنا ببلشوا شو يفكروا باسمة بخطيتهم، بخطيتهم وأنا ما بستحق، بيحمل ذنب، فكر حامل ذنب، حامل الذنب، هذا فكر الحامل الذنب هو خطأ. أنا ضد، مني ضد إني أنا بيقول خطيئتي أمامي كل حين، ولكن في أي بتقول برومية 8:1 مقابل هل الروح أو الفكر إنك تحمل ذنب بفكرك، إذا لا شيء من الدينون الآن عن الذين هم في المسيح يسوع. أيه. السالكين من الذين لا دينون الآن عن الذين هم في المسيح يسوع، الذين سالكين، بدي أسلك أنا ليس حسب الجسد بل حسب الروح. لكن مين ضد انك انت تبكت حيلك بس، ولكن تستقبل انه لا دينونة وبتعترف بخطيتك، ولكن ضد انك عطول فكرك حامل ذنب، هذا شيء مش مقبول. في فكر دايما بيفكر بخلافات الماضي وبالماضي وبيحكي فيها، وكل ما بيفكر بالماضي بيقولوا ها فتحت السي دي، فتح السي دي الاخبار هي زيتها بتخبرها عن كل الماضي، كل شيء. وانا عم بحكي بفكر بالماضي، بحكي بالماضي وبضل عايش جروحات والماضي، هذا فكر خاطئ، مش فكر انسان مسيحي، هذا منو عم بيسلك حسب الروح، هذا عم بيسلك حسب الجسد. مشان هيك المسيحي يجب علي ان يسلك حسب الروح. لكن لكل انسان مسيحي عم بيسمعني، انا بقول له كل فكره من الماضي وبتلهج فيها هيدي من الله، ما هيدي من ابليس، مشان هيك هيدي بتصدر من معملك اشياء رديئة بشعة. تاني شيء فكر، كمان في فكر بيقارن حاله بالاخرين، بيطلع هيك وبيقارن حاله، بنقارن حالنا ببعضنا البعض. اول شيء اذا بقارن حالي بالاخر بصير في عندي حسد منه، بصير في حسد، والحسد هو عامل الجسد، منه انسان مسيحي يجب، المسيحي ما بيقارن حاله بالاخر، مشان هيك ما لازم نقارن حالنا بالاخرين، يجلب الحسد. وايام اذا بقارن حالي بالاخرين شو بجيب على حالي؟ صغر النفس، بصير انا اقول ايه انا ميني مثله ونياله، وبصير فانه انا ما الي قيمه يعني، وهذا الشيء مش من الله، مشان هيك عامل الجسد، هذا فكر موجود. والمقارنه بالاخرين كمان تجعل مني انه يكون في عندي غيري منه، غيري منه انه لك هذا عايش انا مني عايش، نياله معه سيارة حلوه، نياله عنده وظيفه حلوه، نياله متجوز عنده اولاد انا ما عندي اولاد، وهذا بيسبب حزن، ما بيسبب انك تكون عم تثمر ثمر جيد، هذا بيثمر ثمر رديء. مشان هيك بدنا ننتبه من هالافكار، نرفضها ونشيلها من افكارنا، ما بدنا اياها، لانه هول ما بيجعلوا في سلام بحياتنا. احد الاباء كاتبين عن المقارنه خطيه كمان، صحيح. في اشخاص بيفكروا دائما عن بانه امكانيات، ما بيقدروا، ما انا ما بقدر، شو معي مصاري افتح شغل، ما عندي الامكانيات، ما عندي معارف، ما عندي شيء، ما بقدر اعمل شيء، بيستسلموا. هذا فكر محبط بنسميه، ما عندي الامكانيات، ننسى انه الرب بيقول لا بالقوه لا بالقدره بل بروحي. الانسان البشري بيفكر بقوته وبقدرته، بيلاقي ما عنده قوه وما عنده قدره، بيستسلم. اما الانسان المسيحي اللي بيسلك بالروح هو بيقول لا بالقوه لا بالقدره بل بروحي، اسلك بالروح، يعني اسلك بالروح، يعني يكون عم مين عم بيسلك بالجسد. اللي بيعتبر حاله ما عنده امكانيه وما عنده قوه هذا بالجسد، وياما في مسيحيين بيحكوا هالكلام بيفكروا هيك شيء. في اشخاص بيفكروا انه مثل ما سمعوا من الاخرين ومن المحيطين، ودائما بيفكروا بيظنوا انه بيقولوا انا ما لي حظ بالحياه، ما لي حظ، خلص ما لي حظ، مسكره. في 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 مثل بسمعه دائما، لك اذا بشتغل بالتوابيت بتبطل العالم تموت، هذا فكر مش من الله، هذا فكر بشري جسدي، ما بيشبه المسيحي، ما بيشبه الانسان اللي عم بيسلك بالروح، يعني المسيحي، وحيكون ثمر حياته رديء بشع، ما له حظ. وفي اشخاص يمكن مقربين منك
بيقولوا لك دايما لك انت مظلوم، وبصير عيش بفكر اني انا دايما مظلوم، انا مظلوم، انا انظلمت، انا انظلمت، وهذا فكر مش من الله، من اعمال الجسد. وبيقول في اشخاص بيقولوا ايه انا مثلي شو عمل، ما عمل لي عمل. في بنات بيقولوا ما عمل لي عمل، مين عم بتجوز، ايش ما اشغل مسكر، توصل لقميل التم، كمان افكار بشريه، افكار من اعمال الجسد. نعم. في افكار بدها ترد الشر بالشر، لك اذا حدا بيفتح تمه ما يبشو في ايش بعمل. افكار دائما ناطرين، ما حدا يغلط معي ولا غلطه، انا هيك، انا حساس. هذا فكر منه من الله؟ من اعمال الجسد. وياما في مسيحيين اليوم اذا حدا قرب صوبهم بتفتح جهنم عليهم. ما بنحب عادينا ونبارك لعنيننا ونصلي من اجل المضطهدين الينا، ما عنا اياهم، عنا فكر بشري، وبيتضايقوا انه هني مسيحيين وبيسلكوا بالروح. هذا الفكر اني انا رد الشر بالشر ودافع عن حالي، لانه الرب بيقول انا ادافع عنكم وانتم تصمتون. هذا فكر الروحي اللي بياتي بثمار جيد. اما الفكر انك تدافع عن حالك وبدك تثبت العالم انه هني غلط وانت صح، وتبلش اللي بيقرب صوبك بدك تسكته وتهاجمه، هذا فكر من اعمال الجسد، وعمال الجسد ياتي بثمار رديء. مشان هيك هذا بيعكس على حياتك الثمار الرديء، يعني هي ثمارك. في فكر دائما بده يفكر دائما بالمستقبل، مستقبله، شو مستقبلي، وين رايح، شو بعمل، بعمل اسيرونس كل الامر، دائما عايش عنده خوف من المستقبل. اما فكر الروحي مستقبلنا بين ايدين الرب. امين. بتضحك على مستقبلي لانه مستقبلي ناجح. اما الانسان الجسدي خايف من المستقبل، ببلش يفكر دائما تراك قرشك الابيض لنهارك الاسود ومدلي شو وشي من هالنوع. في اشخاص دائما بفكروا بالعيان كيف بدهم يعيشوا، الوضع بالبلد ما منيح، الوضع بالبلد ما بقدر كفي حياتي انا، كيف هيدي وشو بدي اعمل. عم بيفكروا دائما كيف بدهم يعيشوا ويكملوا حياتهم، بينسوا انه الانسان السالك بالروح بيقول الرب راعيه فلا يعوزوني شيء. امين. طيب انه اذا انت مسيحي لازم تكون انت هيك عم بتقول. نعم. اذا انت انسان جسدي بتقولي معيشي كيف، هذا ثمار رديء. صح. اما الثمار الجيد الرب راعيه، هللويا. في اشخاص بيفكروا دائما بالعيان، الاشخاص اللي بيسلكوا بالجسد اللي عندهم ثمار رديء بيفكروا بالعيان، دائما بالعيان، شو بيشوفوا بيفتكروا. اما الانسان الروحي الذي ياتي بثمار جيد، هذا الانسان الذي يسلك حسب الروح، حسب الروح منه حسب الجسد، يسلك بالايمان حسب كلمه الرب. وياما في مسيحيين اليوم بيحكوا بالعيان وما بيحكوا بالايمان، ومن المسيحيين هون، ولو ما بيفكر حالك انك مسيحي ما بعرف. في فكر، في مخيلات بيتخيلوا، بيتوهموا، بيتخيلوا، بيصير يتخيل، أو لك بيصير شيء، يعني بيصير بيجي مخيلات على ذهنه، وهم بذهنه. في أيام في أشخاص بيقول يا بيي بدي موت، يا بيي جاني المرض، يا بيي ما لي قلب. في أشخاص كثير عايشين بوهم، يعني ما تخافوا من بكرة. مش هيك بيقول الرب ما تهتم للغد، تعب اليوم بيكفيك. نحن عايشين بوهم، في مسيحيين عايشين بوهم وعايشين بمخيلات، بيحكوا عايشين منه موجود ولا متخيلين. صح. واحد اذا السياره اجت خافوا يضربني، يعني بيعيش بوهم. هذه مشكله كبيره. مشان هيك اذا نصلي عن روح الوهم تروح، لانه الانسان اللي بيسلك بالروح ما عنده وهم. صح. في افكار، فكر طمع، يعني انا لانه فكري في طمع، بدي 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 بدي، بشوف حدا إلي مصلحة معه بصير اسلك حسب الطمع تبعي. هل يا ترى عندك طمع بالماديات؟ في افكار بفكروا اذا بدي وظيفة، ليش اذا بشتغل بالجمرك هونيك في افادة كتير كبيرة. عندها فكر طميع، ما بيفكر انه بده الرب هو اللي بيفتح الابواب وهو بيحطني مطرح ما هو، عم بيسلك بالجسد. نعم. وياما في مسيحيين اليوم عم بيسلكوا بدهم وظائف وبدهم مراكز حسب الطمع تبعهم. شو زايد طوني الطمع والحسد والغيرة اللي ذكرتهم، فكر العيان وفكر التخيل، روح الوهم، النميمة، الطمع، ما في شبع، شو زايدين؟ صحيح. مليانين. مليان. في فكر بيقول أنا أخده، وأنا كنت هيك صراحة، إنه أنا كريم، خلص أنا مصدق حالي إني كريم، بحرق مالي وبحرق الدنيا كلها وبحرق مصرياتي إنه أنا كريم يعني.
هذا فكر خاطئ. أما الإنسان المسيحي ما بيسلك بهالفكر، بيمسك هقد بساطي بمد إجري وأقلب شوي لأنه ما عندي حاجة. إنسان الكريم هذا كريم، يعني أكيد بيكون إنسان مسيحي بياتي وما بيسأل وبيحكمي وبينقاد من الروح القدس، ولكن هل في ناس أنا أبقى منهم بزير يبذر هل ماله. التبذير من الله؟ لا أكيد لا. نعم. تحت يبذر ماله. نعم. تحت سقف أنه أنا كريم، يعني هاي فكر عندي صح. يا أنا كريم صح. فكر عنيد، أنا هيك ماشي ما بتغير. في فكر كمان وكتروا هول كتير، في فكر بيدعي بالمعرفة أني أنا والله بعرف، بيجي بيتي يقول له شي، لا 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 ما بدي شي، ما بيقبل أي نصيحة، ما بيقول شي، أنا بعرف أنا بعرف. أما اللي يسلك بالروح يعني ما بنعرف، هم نتعلم هم نتلمز. اللي بيسلك بالجسد أنا بعرف، وهي يعني في مسيحيين اليوم كتار كلهم بيدعيوا بالمعرفة، ونحن كلتنا بيحاجي لتلمزة، وكلتنا بنقول بنعرف، وهيدي مشكلة كتير كبيرة. مشين هيك الثمار هي رديئة جدا. وأنا بصلي لكل إنسان مسيحي اليوم عم بيسمعنا، وخصوصا مسيحية لبنان، لأنه مسيحية لبنان هم بيمرقوا بوضع كتير ثمار رديء جدا، وهذا الشيء نتيجة أفكارنا. فكر بحب أيام، تعرفوا أيام في فكر بيصير يشتغل ويحكي ويعمل كل الأفكار كرمال ياخذ المجد يتمجد. يمكن فكر هلا بمجد تياب، وهلا ايه وشو هالحلوين بتمجد. فكر بيشتغل بياخذ صورة، بياخذ تياب، بيركب سيارة مشان يتمجد. حنروح حنروح بنسمع ترنيمي ونرجع نكفي موضوعنا. وفكر كمان انه نرنم سوا انتو ونحن مشاهدينا ترنيمة جدا رائعة بعنوان يا سيدي املأ قلبي بالحب. Zaret ashwaquna
كرمال تنتصر هالمعركة. وإذا أنت اخترت لحالك أن تكون عم تحيا بسلام يفوق العقول، يحفظ قلوبكم وأفكاركم بالمسيح. قلوبكم وأفكاركم بالمسيح يسوع. إذا بدك تعيش بسلام، إذا بدك تعيش الفرح والراحة، وبدك تعيش الحياة بنجاح ومنتصر، يجب عليك أن تاخذ قرار، قرار أنك هالأرض المعركة أنك تعملها مثل إعادة تأهيل. العدو نكحشه لبرا ونستقبل كل كلمة إجت من الرب، لأنه أمين. الحق هو الكلمة، والكلمة هي التي تحررنا من أمين. كل ظنون وكل أفكار رديئة عنا إياها. أول شيء بدك تعمل شغلة بهدي، ابعد، بدك تبعد ذهنك، بدك تبعده عن كل مصادر الأفكار. وحكينا كتير قصص عن المصادر. بمزمور واحد بيقول: هنيئا هنيئا يا نيالو، هنيئا لمن لا يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخاطئين لا يقف، بل بشريعة الرب مسرته وبها يلهج نهار وليل. لكن هي السعادة الحقيقية من المزمور. مشان هيك بعد ذهنك عن كل المصادر الأفكار. وبعدين انت لازم تسيطر هالفكر، ما الفكر بيسيطر عليك. انت صاحب السلطة انك تقول ايه او لا. منو فكرك بمشيك؟ انت مشي فكرك. بدك تصفي ذهنك، تصفي افكارك بطريقة روحية. لهذا برنامج مسيحي، وانت عم تسمعني، اذا كنت مسيحي لازم ترجع تبني مسيحيتك هأساس الروح، منو هأساس الجسد. مشان هيك لك تصفي ذهنك، لأنه الله روح، وينبغي أن نعبد الله بالروح ونسلك بالروح. مشان هيك ضروري المسيحي يسلك بالروح. مشان ضروري أنا بدي صفي ذهني بطريقة روحية بالروح. أفكار الجسد ضد أفكار الروح، وهم في مصارعة دائمة بين الجسد والروح. وأنت تتنتصر هالجسد، عليك أن تتسلح بسلاح الله الكامل. برومي 8:5 شو بتقول؟ فأن الذين هم حسب الجسد بما للجسد يهتمون. بكل الأفكار اللي حكيتها قبل، هالأفكار هن بيكونوا مهتمين فيها وهم بيحكوا فيها وعيشين فيها وبذهن موجودة هالأفكار. ولكن الذين حسب الروح فبما للروح يهتمون. لكن إذا أنت مسيحي لازم تهتم بما للروح، منو بما للجسد. صح. وإذا إجيك شيء من الجسد لازم تحاربه، لازم أنت تسيطر على الجسد، مش جسد بيسيطر عليك. مشان هيك لك أنت تصنع شجرة جيدة، تأتي بثمار جيد. مشان هيك مسؤولية لك أنت. هون في حصون موجودة بأذهاننا كلتنا. يعني اليوم أي حسن يا باسمة، من أنا وصغير مثلا بيقولوا لي ليك إذا ما بتدرس جيزو بيخنقك. عندي حصن بذهني إنه جيزو إذا ما بعمل هيك، إذا ما بصلي بإيدا وجهي، إذا ما بصلي نهار أحد بده يخنقني. هيدا حصن بده كسر. صح. ما حدا خبرني إنه الله محبة، بيحبني مثل ما أنا، هو ما بيخنق. كانوا يخوفونا إبليس، للأسف إبليس اللي بيخنق، يسوع ما بيخنق. صح. بس يقولولنا هيدا حصون موجودة من طفولتنا. مبارح في إيدي عم بحكي أنا وياها بشيء، قلت لها بلبنان الدولة بتجن الأشخاص اللي عم بيعملوا نشاطات بشهود يهوى. نعم. قلت ايه وكمان ما بيسجنوا الإنجيليين؟ ليه؟ مفكرين هذا الحصن اللي بينينه ناس هأشخاص بطائفة أخرى. نعم. إلى طائفة الإنجيلية، بيعتبروا الإنجيلية بدن حبس. هذا ظنون حصون موجودة بذهن الإنسان، بيخافوا منهم كأنه هن البعبع. الخوف هو بالحصن الموجود عندك، نخافوا منه، ما نخاف من طائفة تاني وكثرة الطوائف وصار في عنا حصون تجاه بعضنا البعض. مشان هيك هون يجب أن نهدم الحصون التي بناها مين؟ إبليس في ذهننا، ونستخدم سلاح. شو هو السلاح؟ في سلاح، لكن بالحرب في سلاح، وتنتصر أنا بهالحرب بدي سلاح.
سلاح كلمة الله والتسبيح والصلاة. وين منشوفها هيدي؟ برسالة كورنثوس الثاني 10 أي 4 5 إذ أصلحة، بيقول إذ أصلحة، هون دخلت فاتت الأصلحة على حياتنا. شو هي السلاح تبعنا؟ إذ أصلحة محاربتنا، يعني في أصلحة تنحارب فيها، ليست جسدية صح، بل قادرة بالله على هدم الحصون. لكن بدي أعرف أنا وأنت أنه في عنا سلاح اللي هي كلمة الرب، قادرة الوحيدة أنها تهدم الحصون الموجودة بذهننا. هادمين ظنونا، كمان داش في عنا ظنون خاطئة، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد مين؟ ضد معرفة الله، معرفة الكلمة. لكن أنا وياك بهالآلة بدنا نعرف أنه عنا حاجة ماسة أنه نطلع كل حصون وكل ظنون وكل أفكار بشرية من ذهننا كأشخاص مسيحيين عم نسلك بالروح، ونكون عم نتصلح بهالسلاح نقدر ننتصر. هي كلمة الله بذهننا، وهون بيقول مستأثرين كل فكر لطاعة الرب يسوع المسيح للكلمة. مشان هيك نحن بحاجة ان نحب الرب من كل فكرنا، ما عندنا فكر غير فكر المسيح. وهون بيقول فليكن لكم فكر المسيح. انا كإنسان مسيحي بدك تأتي بثمار جيد مش رديء، يجب عليك ان تكون لك فكر المسيح، منو فكر العالم ولا فكر الجسد. مشان هيك هل يا ترى فكرك شو وفكري شو؟ الإثبات انه عندك فكر المسيح بتكون بحياتك في سلام يفوق العقول. امين. يحفظ قلوبكم وافكاركم بالمسيح يسوع بالكلمة. نعم. محفوظين بالكلمة. ما بنقدر نحن نكون اشخاص مسيحيين ونعيش الحياة بملء او منتصرين وعنا فكر غير فكر المسيح. صح. هل شو مسيحيين؟ او ما تقول انك مسيحي اذا بتريد، تقول انا بشري ادمي، بس ما تقول انك مسيحي لانه بتشوه صورة المسيح، بتكون منتحل صفة، وهذا الشيء مرفوض. وما تدعي بالمعرفة انه انا كتير بتصلي، لا، من الشجرة الجيدة بتأتي ثمار جيد، ببين بدون ما تحكي يعني. وهون ومستأثرين كل فكر الى طاعة المسيح، هيدي بكورنثوس الثاني 10 4 5. وانا انسان مسيحي عنده عم بيسلك بالروح، بيكون منو فكره بالعين؟ فكره في ايمان وفي رجاء وعم بيعيش بمحبه. انا كانسان مسيحي بدي اسالك واسال حالي اخواتي، هل يا ترى وين الرجاء الموجود فيه؟ شو الايمان؟ الايمان والرجاء، عندي رجاء انه مستقبلي ناجح، عندي رجاء انه الرب بجراحه شفيت، بده ياني يكون كامل، بده يعطيني فرح كامل، بده يعطيني سلام يفوق العقول، بده يباركني ويبارك حياتي ويحفظني من الشرير. مشان هيك انا هذا رجائي، هذا الانسان المسيحي مميز انه ما بيشبه العالم، ما في خوف بحياتنا. خوف من شو؟ لغلب الموت، بدي خوف انا اذا ماشي معه من الموت؟ مشان هيك كمسيحي نحن مميزين عن العالم وعن الاشياء الموجوده بالعالم بافكارنا، فكرنا غير فكر العالم وسلوكنا غير سلوك العالم. مشان هيك اذا بنكون نحن نور بالعالم ونكون حاملين فكر المسيح بحياتنا وإن سلام يفوق العقول. مشان هيك اليوم بدي احكي انه في حرب، في حرب دائما بفكرنا. بدنا نهرب من الحرب، كيف بدنا نهرب من الحرب؟ هلا بتقول لي طيب انه كيف بدي امنع الفكر؟ ما بيجيني فكر. انا مين عم بقول ما بيجيك فكر؟ بيجيك اذا اجت دباني هوجك شو بتعمل؟ هلا تيجي دباني هون بعمل هيك، بدي شيلها، بدي طيرها. إذا إجت برغش في تتعصك بدك تخبطها تشيلها. وإذا إجت فكرة منها من فكر المسيح لك طلب بسرعة، لأنه إذا بتأتي مجال إنك تفكر ثاني فيها بدك شي ساعتين تشيلها من ذهنك. صح. بقى قبل ما تخلق الفكرة اقتلها. بيقولوا اقتلها بسرعة، يعني نقتل الفكرة سريعا. ما نمزح معها، ما فوت وشم ريحتها، خلص ما بدي إياها، بدي استأثر كل فكر بس للمسيح. مشان هيك اليوم ما بقدر امنع العصفور يغطها شعري، بس بقدر امنعه انه يعشعش بشعري. صح. ما بقدر الافكار ما تجي، بس بقدر امنع ان تعشعش الفكرة بذهني، لانه اذا فاتتها قلبي، فاتتها مشاعري، فاتتها حواسي واخترقت. مشان هيك انا بدي سكر كل الابواب وما بدي فوت اي فكرة من برا ابدا.
هون منشوفها بدنا نتأمل أنه هيك قبل ما ننهي موضوعنا بيشوع 1:8 شو بتقول؟ لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. اللي بده يصلح حياته بده يلهج بالكلمة وما يشيل فكر المسيح من ذهنه، يحفظ الكلمة ويمشي فيها. هون منشوف برومية 12:2 لا تشاكلوا، لا وصية، لا تقتل، لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا. ليش بدي غير ذهني؟ تختبر شو هي مشيئة الرب وإرادة الرب بحياتي، لأنه مشيئة الرب وإرادة الرب بحياتي أن أثمر ثمر جيدا جدا صالح المرضية الكاملة. مشان هيك أنا علي أني أعمل والرب لا يعمل. ما كله الرب. وينك يا رب؟ بيقول لك أنت وينك؟ أنت ميل شيء، أنت قرب وأنا بقرب، أنت نفذ وأنا ببارك. بلش تحط إيدي معك. في بعض الأشخاص إسا ما اختبروا حياة النصرة ولم يتمتعوا بخطة الله الصالحة لهم، لأن أذهانهم لن تتجدد لتتفق مع الكلمة. مشان هيك جدد ذهنك. الإنسان الذي بالمسيح فهو خليقة جديدة. أمين. الأشياء العتيقة قد مضت وهي الكل قد صار جديد. بيشيل فكرنا وبيحط فكره وقت منختبر الولادة الجديدة. واليوم حنسمع شهادات حياة بتخبرنا عن هذا الشيء. هون أخيرا بدي انهي بهالآية فيليبي 4:8 بيقول أخيرا أيها الأخوة كل ما هو حق، يعني كل شيء هو حق، الكلمة هو الحق، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما سيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. دائما نفتكر بشو الفكر؟ افتكروا. بدنا نفكر بشو؟ بالحق، بكل شيء منيح، بكل شيء صالح، بكل شيء إيجابي. أنا اليوم بدي أسألك، في أفكار بيقولوا بيه أنا إذا سمعت شيء تجربي وأنا بتجرب وصار معي هيك، لو كان رسم إنه مكتوب للإنسان اللي عم بيسلك بالروح للمؤمن انه كل الاشياء تعمل للخير، لازم استقبلها بخير. صح. ما روح اتذمر وروح خبي وما الي حظ، وكل ما اعمل شيء بيتجرب. وفي اشخاص مسيحيين بيقول كل ما بدي صلي بيجيني تجربه وما بقى بدي. ما في افكار ظنون، في شيء عايشين ليش منا عايشين مرتاحين؟ ليه منا عايشين بسلام؟ ليه بيوتنا بتتفكك؟ ليش مسيحيتنا مدمره منا ناجحه؟ لانه ما عندنا فكر المسيح وعم نسلك بالجسد. مشان هيك الثمار المسيحيين، نعم. مع احترامي انا من لبنان واؤسف اني اقول ثمار المسيحيين بلبنان هي رديئه جدا، لانه بفكرهم هو مخروق من ابليس. ومن متاسف جدا هيدا الشيء اللي عم بحكي. بقى بصلي باسم يسوع انه هالحلقه هي يكون سبب ليكو شو بيقول تكفي. ابليس يخدع الناس، لكن ابليس ايش بيسمي الرب يسوع؟ كذاب وابو الكذابين. ابليس يخدع الناس بقوله انه السبب وراء مشاكلهم في الظروف المحيطه بهم، ولكن الحقيقه هي انهم يعيشون المشاكل بسبب ما يدور في اذهانهم. لذلك افحصوا دائما، افحصوا ما تفكرون به. فكر، ارجع لنفسك، فضي كل افكارك، وارجع استقبل كلمه الرب، وما تتبنى وتقول نعم إلا لكلمة الرب. أمين. مثل ما أمنا العذراء قالت للرب يسوع نعم. أنت قول ليسوع نعم بكل كلمة هم بتنقال من كلمة الرب. قول نعم للكلمة وقول لا لكل كلمة غير فكر المسيح، وتتعيش الحياة بملأة، تتعيش السلام، تكون هم تعمل عمل يسوع، تكون مسيح آخر هالأرض، تكون نور، تكون سفير، تكون ريحة المسيح الزكي، وتكون بيكون فيها بركة، وتكون عم بتعيشوا النصرة بالحياة. أمين. وهون بيطلعلكم بونس الحياة والحياة الأبدية، وتتكون عم تسمر ثمار جيدة. ومن ثمارهم يعرفون أنكم تلاميذي. نحن رح نروح بريك قصير ومنرجع. في داء
تشوف فساد الإنسان بص على الصليب. عدم الإيمان مش هو الشك، لكن هو الخوف. مرات بتغرقوا المخدة بالدموع، هو شايف الرب كل دمع. هات لي نبي، هات لي قديس، هات لي أي واحد مات وقام بعظمة، أنا مستعد أسجد. مع احترام الكل ساسة العالم، كل حكمتهم ابتلعت، لكن شكرا للرب لأجل الإنجيل المبارك. قلبي فيه بالترنيمات، ربي ده إله التعويض. مهما المسافات بعدتنا والأوبئة لو فصلت بيننا، ومع كل تنوع ثقافاتنا روح الله بيجمعنا. معنا عزوم، مواضيع روحية وارتباطها بحياتنا اليومية، مباشرة عبر تطبيق زوم مع الخوري سامي مهنا. تعليم، حوارات ونقاشات من وين ما كنتوا عبر تطبيق زوم. لتسجلوا مشاركتكم بعتوا عبارة معنا عزوم عبر رسالة واتساب على الرقم التالي: معنا عزوم على سات 7 بالأوقات التالية. على مدى سنين طويلة تشاركنا مع بعض من القلب للقلب، وتعلمنا كيف نبني زواجاتنا على أساس الكتاب المقدس. كان فيها قعدات تحرير قوية، نحن وقاعدين سوا لأنه كان يسوع موجود بالوسط. حقيقة برنامجكم عمل تغيير كبير بحياتي، وبطلب منكم تكملوا صلاة لإلي بهالفترة الصعبة. رح نضل مكملين أكيد بمواضيع جديدة، ونبني بعض ببعض، ونكون جسد مسيح واحد، وعلى الراس يكون يسوع المسيح. هيدي عاصفة كبيرة واجهت الزواج اللي نحن دايماً بنحكي عنها. يوم من الأيامات رح تعطيني ولدين. كنت عم تحكي الرب أو يس. جورج؟ إنه ممكن يكون هالقد مميز عند حدا وبنهار. مو اللي صليتهم للرب أنا وصغير عطاني نون ستوب أشخاص تحبني بكل صدق. أنا قدي كنت سبيشل عندك بلحظة بالطب. انطرونا بحلقات جديدة ومواضيع جديدة دي.
يسوع تعال يسوع تعال يسوع تعال يسوع تعال يسوع تعال يسوع تعال يسوع Hallelujah.
نرجع معكم أحبائي وأخواتي. هذا الوقت لألكم تنسمع اتصالاتكم، نسمع شو في إنكم صلوات، نسمع أسئلتكم، وكمان نسمع لأنه الرب ما بيترك حاله بلا شاهد. حنسمع اليوم شابين هني أخوي، حاعطيك الكلام لألن أكيد، اللي هني إيجار إنجام ونبيل إنجام. سلام المسيح نبيل، سلام المسيح إيجار. بقلبك خي إيجار. سلام المسيح. سلام المسيح خي إيجار. اليوم أول مرة تطلع تشهد عن شي صار معك بحياتك، شو جاي تعمل اليوم؟ عم حطت سبعة برنامج سهرة روحية، جاي اشهد للرب يسوع بالتغيير الكبير اللي صار معي. ليه؟ كيف كنت عايش يعني قبل؟ كنت عايش كان عمري 14 سنة، كان عمري 14 سنة بلشت بالزنا، كان معي سيارة، أهلي كانوا جدا مرتاحين، وهيدا سرع أكتر للعب مع إبليس. و 17 سنة تعرفت على المخدرات كوكايين، وبلشت رحلة المخدرات أنا 17 سنة لحد ما فت على الجامعة، تجوزت وأنا بعدني بموضوع المخدرات الكوكايين. كان بدي جرام جرامين، صرت اخر شيء جيب 50 جرام 50 جرام. كنت اقعد 3-4 ايام بلا نوم، وهيك قضيتها بهيدا الموضوع. حتى انا مجوز ما وقف للزنا ولا وقف المخدرات، وانا كنت انسان عصبي جدا، مش عصبي، مجرم بالعصبيه، حتى بشكل خطر على الناس الموجودين حدي. يعني قضيت كم سنة من عمرك تتعاطى مخدرات وتزني وأكيد تشرب؟ اشرب. يعني تشرب كتير اشرب، يعني كل 24 ساعة بدي أنينتين. كتير منيح، كل 24 ساعة أنينتين. أكيد اللي بيتعاطى مخدرات بيشرب ما بيقص. ايه، بس تعاطى مخدرات بتعاطى مخدرات كتير مش طبيعي، مش طبيعي، وعصبية مش طبيعية، وزنا مش طبيعي، ما في شيء عندي طبيعي، اكستريميست. بشو كنت تشتغل؟ انا مهندس داخلي مطلع، وكنت من الاسامي المعروفه، وبعد من الاسامي المعروفه يعني اللي بيعرفني. اشتغلت هون كتير بلبنان، اشتغلت الصف الاول من الفنانين، حتى الفنانين لما كنت انا فوت على بيتهم كانوا اهلهم يتفاولوا بالشيطان. ليه؟ انا الشيطان، لانه انا اعلى منهم مرتبه بكتير. على منه مرتبة بقلة الأخلاق وبكل شيء. كنت تشتغل برات لبنان؟ كنت اشتغل لكل بلدان، السعودية، بحرين، قطر، بلغاريا، لندن، مصر، لحد 2006. تركت لبنان بحرب 2006 لأنه كنت أخذ رس علي مشروع السفارة الأمريكية بالعراق بالجرين زون، ونقلت عشت بالكويت فترة بين 11 و12 سنة. هونيك انطلقت انطلاقة سريعة، صار عندي 65 موظف، معاشات شهرية عندي $250,000. هلا بالكويت ما كان في مشروب، لأنه بتعرف بالكويت ما فيك تشرب، عم بشتغل ومركز على شغلي. بس حتى بشغلي كنت مجرم مع الموظفين، يعني مدير يغلط اضربه، مد ايدي على المدير، مديرة اضرب ايدي والكف، تضرب المدير عندك. نعم. ايدك والكف. نعم، والمديرة اضربها، مديرة عمليات، مديرة مبيعات، ما المعلمين اذا معي شيء بايدي، معي سكين اشبه فيه، معي كتر، ما كنت شيء مش طبيعي، لا يوصف. تفضل. كفيت لحد ما اجى وقت بالكويت، تشاركت مع، كنت مشارك شخص كويتي معروف جدا، اجى قال لي بدنا نصفي الشركة. وصلت الشركة يعني وصلت بفوق $20 مليون قيمتها، صفينا، وانا كنت مضطر دغري بدي كفيل تاني لقدر كفي بالمشاريع، لانه كل المشاريع كانت مع دولة، نفط، بنوك، شركات اتصالات، بدي تسهيلات بنكية لقدر اخذ مشاريع.
وإذ ما لقيت المحامي تبعي، محامي الكويتي، أنه كان هو الكفيل تبعي وبيشاركني، بس بشرط قلت له بده يأمن لي تسهيلات بنكية. شهر اثنين ثلاثة ما أمن لي، قوم أنا بطلب منه 50,000 دينار، إنه كان مبلغ شيء بسيط 50,000 دينار، إنه عنا دفعات وكذا وهيك، لكننا أخذنا تسهيلات البنكية. بغيب وآخر شيء بيقول لي ضاع الشيك، هو كان ضارب عينه على الشركة. وبهالوقت هيدا كان عبين نهار زواجي، وزوجتي وولادي نزلوا على لبنان فرصة، وزوجتي طلبت الطلاق هي بلبنان، وبقوم بيدعي علي بالشيك اللي قال إنه ضاع، وباخد حكم فيه 3.5 سنين بالكويت اللي هو ادعى انه ضاع الشيك. صرت اهرب من اوتيل لاوتيل، اخر شيء تسجنت فترة 6 أشهر، يعني بواسطة لقدرت اطلع بواسطة كتير قوية، وجيت على لبنان ورجعت طلعت على السعودية وضليتني مكفر. جربنا شقلني وعملت مصاري بالسعودية، ورجعت لموضوع الزنا والمخدرات والفسق والفجور الى اعلى ابوابه. طلعت اتعذب بهيدا الشيء لحد ما تعرفت على خي. حنوقف هلا نسمع خيك المحامي نبيل انجام. اهلا وسهلا فيك، حنرجع معك خي ايجار. خي نبيل، خيك عم بيحكي انه عشرات السنين مجرم بالمخدرات، عصبي، يزني، بني عائلة كمان ضل يزني، وصل للشغل عالي جدا ومدخول كتير قوي، ولكن خسر كل شغله وضل يتعاطى، وحياته كانت خبرنا. يعني بدي اقول لك شغلة، بس علي صوتك. اهل بيته ملقبينه بالشيطان. يعني حضرتك من اهل بيته؟ نعم، يعني اهل بيته ملقبينه بالشيطان. يعني شو اكتر شيء كتلة شر ممكن تتخيلها؟ يعني شيء ما بينوصف. هيدا الشيء اللي بقدر خبرك اياه، انه حالة اجتماعية استثنائية. كانت محامي، حضرتك محامي صحيح، كانت تستحي انه خيك بيتعاطى مخدرات؟ ايه اكيد اكيد اكيد. يعني قد ما في ببعد عنه، ما بحب حضوره. هلا انا بحبه وكل شيء، بس قد ما في، لانه جرصة. ايه اكيد. وتبقى تقول له لازم ترجع للرب، لازم تصلي، لانه حضرتك تبقى انت. خبرنا عنك شوي، كيف كانت حياتك؟ انا حياتي بالاساس عكس ادجار تمام، بس بدك تكتشف انه ما طلعت العكس. يعني هلا بنعرف بنعرف. خبرنا عن حياتك. حياتي ملتزم دينيا. ملتزم دينيا كل احد، عكس خيك اوكي غير ملتزم. صحيح، كل احد على الكنيسه سياحات دينيه قد ما بدك، عندي نوع من غيره على الدين المسيحي قد ما بدك. نعم. مشكله كبيره، الكتاب مسكر، الكتاب مسكر، الانجيل مسكر كان. بس ما بنعرف نحن كنا بوقتها. اوكي كفي كيف كنت. اللي صار، بشوف حالي انا المسيحي الممتاز، بشوف خيي الحالة الاستثنائية لحديث ما يعني. ايه اكيد هو خاطئ، وانت وانا بعد شوي قديس مفكر حالي قديس. اوكي تفضل. ماشي انا بهالمسار الالتزام بالدين، وانا بحب انه خيي يعني يكون مثلي، يكون انه يعني نوع ما من يمشي بطريق المستقيم. صحيح المستقيم. واذ نحن صار نقطة التحول اللي فيي، انا اكتشفت حالي انه عم ضحك على حالي، انه كيف انا عم بروح على الكنيسة مسكر كتابي، عم بروح على الكنيسة مني ملتزم بكلمة الرب، عم بروح على الكنيسة يعني مثل واحد يعني هذا عم بيضحك على حاله آخر النهار. يعني عم بروح لواجب ما كان في علاقة مع يسوع حية ومستمرة. يسوع مش للكنيسة نهار الأحد، يسوع للكنيسة وكمان علاقة حية ومستمرة. يسوع سكننا بروحه القدوس، يعني نحن مثل ما بقول بإنجيل مار يوحنا، أنا في الآب والآب فيا وأنا فيكم. يعني نحن الاب والابن والروح القدس موجود فينا، يعني نحن حياه مستمره مع يسوع.
قبل كانت مسيحيتي محصورة بالكنيسة، ويمكن جزء من هالقداس كمان لأنه نشرد مثل ما بقوله. نبيل، نعم، أنت الرجل الذي بني حياته هالدين، نعم، وبيحب الدين طبعا، وما بيقف في شيء، بيحضر قداس كل أحد، نعم، بيصلي، نعم، شايف حاله أحسن من غيره طبعا، خيك هو الخاطي أنت الصح، كنت تدينه طبعا، كنت تحكم عليه طبعا، كنت تستحي فيه صحيح، على أساس أنه أنت الإنسان المنيح القديس، نعم. باختصار طلعت في الريسة، شو طلعت؟ طلعت في الريسة، طلعت في الريسة ومع شهادة كمان. يعني طلعت في الريسة بس اللي أكتر وقتها أنا دين غيري، وقتها بالإنجيل بقول لك قبل ما تشيل القشة من عين خيك شيل الجزء من عينك بالأول. هيدي اكتشفت آخر نهار أنه كنت ديان وكنت ما عم برحم، ما في محبة، ما في سلام، ما في ما في ما في. نبيل، نعم، لحديث ما أكيد وصلنا للولادة الجديدة، هلا بحكي، هلا بنحكي عن الولادة الجديدة. صحيح. إيجار الأزعر أو اللي كنتوا تسموه بتسمية بشع أو نبقى نستحي فيه. صحيح. أنت صرت عم تسعى كرمال يصلي. صحيح. كرمال يتقرب من الرب. نعم. شو كنت تنصحه؟ كنت أنصحه إنه حلك، يعني خلص توب بقى. انصحه بالتوبه، مش ما انتبه انه انصح حالي انا. اوكي، هو بحاجه للتوبه. ايه طبعا، انت ما كنت بحاجه للتوبه. لا ابدا، انا اساس انه كل شيء منيح. حنرجع لك ونشوف شو صار معك بعد ما نسمع خينا ايجار. ايجار، كنا وصلنا انك ما في شيء ما عملته بالحياه. نعم. وصارف بالمخدرات وبالزنا ثروه، وكنت حزين. اكيد كنت عايش بهم طبعا. كنت منك مبسوط؟ كانت ريحة الموت طالعة مني. كنت عايش بفراغ؟ اكيد. بعد ما بنيك كل شيء خسرت عائلتك؟ فقدت كل شيء. خسرت شغلك؟ كل شيء. خسرت حيلك؟ كل شيء. كل شيء. شو بعد؟ خسرت كل شيء. كل شيء. كل شيء ماديا ومعنويا والزواج ما بقى شيء. ما بقى شيء. عيكارات كان عندي بإسبانيا، كان عندي بالجبل، كان عندي بالبحر، خسرت كل شيء. كل شيء. حامل كنت ذنب؟ حامل ذنب هلا؟ لا قبل. لا لا لا، شايف حالي طبيعي 100%. اوكي، شو صار معك؟ شو صار معي؟ لحد ما تعرفت على احد الاخوه معكم بالجامعه، خينا جوني، صارت هيك مثل واحد اتنقوز عليه كيف عم بيتغير. هيك صير مثل اللص، اتفرج عليكم من برا لبرا، اطلع حلقاتك اليوتيوب. هيك شي فترة 5-6 أشهر بهالوقت كان خينا جوني عطيني الانجيل، بلشت افتح الانجيل اقرا شي بسيط منه، لحد ما قلت له لجوني بدي اروح اقعد مع خينا توني. فطلع عندك قعدت انا وياك. انا فكرت حديني مثل ما اهلي دينوني يعني حتمسحني. صرت تضحك انت، اللي بسيطه. لك شو بسيطه؟ شو بسيطه؟ كيف بسيطه؟ تقول لي هينه هينه. انا شو بو هينه؟ شو ولا بده يعطيني شي حبه تحت لسانه واطلع من عنده؟ يعني اطلع شافي خالص او شي تعويذه ورقه تعليمي مثلا؟ قلت لي خذ هول الكتب. بلشت تعطيني كتب 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 كتب. انا من النوع اللي ما بحب اقرا، صرت اقرا شوي 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 شوي، اتعمق بالكتب، بلشت اتعمق روحيا، بلشت اقرا بالانجيل، كنت اقرا بالفكر، بلشت اقرا بالروح. بفتره شهرين ثلاثه كنت طالع، ما بدي لك كيف طلعت، اكيد ربنا والروح القدس اشتغل فيي، تحرك فيي فجاه، مثل كيف بتضوي لمبه بتطفي لمبه، لا مخدرات لا كحول، بأذن. هاليلويا، امين. بأذن عندي بحجة ابليس يلعب على راسي، انت اعزب مطلع، انه هيدا حقك، تبرير وعذاب، هيدا حقك، وانا كنت مقتنع فيه. هيدا فكر تبرير
والاعذار بنبرر حالنا وبنحط اعذار. صحيح اذا فكر ابن العيله صح. عندي موضوع الزنا، موضوع الزنا انه خلص اللي بدكم انا مخدرات خلص الكل، لا اذا زنا ده حق الشرع الطبيعي مطلق انا. لحد ما تعرفت اخر رياضه روحيه تعرفت على خينا جهاد، جهاد حرب، حبيت القعده معه، التمست منه، فت بالجروب معه، حكينا عن موضوع الزنا. قلت له ليك جهاد عم اقول بقرب على كل شيء الا هيدا الموضوع. قال لي انت هيك مبسوط؟ قلت له ايه انا هيك مبسوط. قال لي روح. كنت عنده فوق بالجبل، ما لحقت وصلت على مفرق البيت تحت، بلشت افكر كيف بدي اتركها للشخص اللي عم بحكي معه، كيف بدي اتركها ولعم الشبو هذا لعب لي بعقلتي. ارجع فكر 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 لحد ما وصلت مطرح ما انا ساكن، حسيت مثل تقل على صدري، حمل على كتافي. تاني اجتماع قلت لهم ليكوا شباب بدي لكم شغله، انا اخذت قرار، انا مغروم بالمسيح، مصاحب المسيح، وبدي افتح علاقه مع المسيح. لا بقى بدي نسوين ولا شيء ولا زنا، بس بدكم تعطوني فتره وقت. ما قطع يومين، التالت بعثت له مسج لخينا جهاد، I need your advice، انا بحاجه لنصيحتك. بيكون مشغول لانه دائما جهاد الله يباركه بيضل من بيت لبيت لناس مجتهد جدا. فقمت انا تحركشت بخينا روني خوري، ما احنا كلنا بندعم بعضنا، ما احنا كلنا جسم المسيح وكلنا بندعم بعضنا. اتصلت بخي روني قال لي، قلت له بكره حاترك؟ قال لي لا امبارح تترك. قال له انا عامل لك بكره. قال لي امبارح. فهمت لانه هلا وخلص، وطلعت من الموضوع وحمل طلع عن كتافي، وانا اليوم عايش بسلام وبركه ورجع لي شغلي وعم بشتغل وكتر خير الله كل شيء، كل شيء تمام. ايجار كل شيء عملته بحياتك الرب يسوع غفر لك كل خطاياك؟ اكيد. حاسس بتقل؟ ابدا. في تعب؟ انا ابن ملك الملوك. في تعب بحياتك؟ ما في شيء، انا ابن الملك، شو بدي اقول فيه؟ عايش بسلام؟ مية مية. امتلأ الفراغ اللي بداخلك؟ مية مية. الكاميرا امامك لكل شخص عم يتعاطى مخدرات، مش بس مخدرات، حيالله شيء. انا بنصحه نصيحة انه يدخل بجامعة. كاميرا امامك. ايه، انا بنصحه نصيحة انه دغري بسرعة يلتحق بجامعة، او بحتقول عندك عند غيرك، يلزق ما تبعد، الزق، لانه البعض بيصير في عندك فطور روحي فيه. الزق بالجماعه، ادخل بجروب، ضلك دائما مستمر، لانه ابليس منه هين، بيهجم عليك مثل اسد زائر وبيجي بيلعك وماشي فيك. اكيد بجروب روحي او جماعه كنيسي مصلي، بس انا بنصح كنيسي مصلي حاره بالروح القدس باسم يسوع. بنرجع للمحامي نبيل انجام. اثنين من عائلة واحدة، مهندس ومحامي، داش تبانين حيل كنت توصلوا، بس اثنين كنتوا مدمرين. واحد عم بيعمل ابن الضال، واحد الابن الموجود بقلب البيت اللي مفكر حاله انه هو عم بيعمل مشيئة، بس اثنين كنتوا خطأ. شو صار معك تتغيرت واكتشفت انك فريسي؟ صرت اتابعك على اليوتيوب. نعم. صار عندي نوع من كتير هيك اعجاب، صرت عم بحس انه عندك سلطان، في روح عم تحكي، في شيء روح حية يعني. لحديت ما سألت انه خبرني خي إدجار انه جماعة العنصرة بعرف حدا اسمه جوني يلي هو بلش، صار في رياضة روحية ب5/7/2020. 5/7/2020 هو تاريخ ولادتك الروحية؟ رح خبرك. طلعت ب5/7/2020 انا وإدجار على مشمش، وطلعت انا للصراحه بصفه يعني بعد شوي سوري مراقب روحي يعني، مراقب او متجسس. نعم. طلعت هيك شيء حلو، فرح قرام بلي مبسوط وهيك، وكان الموضوع الحلو الولاده الجديده، الحوار بين نيكوديموس والمسيح بموضوع الولاده من فوق. اثرت فيي كثير هذه الولاده من فوق، ورجعنا يعني مثل ما طلعت مثل ما رجعت 9/7 الساعة نهار خميس الساعة 10:15 عم بحكي لرب بي وعم بقول له بدي أشعر بالولادة الجديدة، ملقني بروحك شي مثل موجة كهرباء بتتعبى فيي براسي لإجري، بتصير تمشي بجسمي، بتضل 48 ساعة عم تتنقل شي يعني مثل مسحة روح القدس عم بيشتفك شطف وفرح ليوصف.
ضلت القصة لبعد شي جمعة لانحصرت بإيدي هالكهرباء، وبعدنا هلا بشعر فيها بكرة وعشية وقت أقرب الإنجيل يعني. هو الامتلاء من روح القدس طبعا. نعم. من وقتها أنا انتقلت على مثل ما بقوله من نادي البؤسة، رحت صرت هلا عايش بالحياة المنتصرة، عايش فرح ليوسف، عايش سلام داخلي. كان أيام الدولار ب1005 كنت مثل الشحات خايف موت من الجوع، عتلان هم، كنت قال لمرتي بدي أترك الشغل، ما في بركة بالمصاري. هلأ شو عم بيصير؟ عجقة السير، الناس على البنزين، خربان الدنيا، الدولار مدري قدي، غمرني فرح مش طبيعي. بقولوا لي بالشغل ليش مبسوط؟ بقولوا نعيش فرح الرب. أمين أمين. نبيل. نعم. أنت شخص أول شيء بتشهد أخيك إجار إنه رب غير له فكره؟ طبعاً طبعاً. أنا للصراحة وقت أجي خينا جهاد وكان بعد علقان موضوع الزنا، قلت له جهاد ما تعذب حالك فيه، هيدا برجع لك راسك يعني ما بينشغل فيه. اليوم شو بتقول هان إيجار؟ إيجار بقول الأولون آخرون والآخرون أولون. عن حالك شو بتقول للكاميرا الأمامك نبيل؟ شو بقول عن حالي؟ لكل شخص كان فريسي مثلك اليوم موجود بجموع بالكنايس بالدين الآخرين، بيعتبر حاله أفضل من الآخرين، بيعتبر حاله كامل، شو بتقول؟ كلمة واحدة، الكلمة. شو فسر أكثر؟ شو معنى يعني الكلمة؟ إذا ما حضرتك محامي. نعم يعني. إذا مش عم بسمع لكلام الرب، إذا ما عندي فكر المسيح، إذا مش عم بلهج بالكلمة، إذا مش عايش الإنجيل على بكرة وعشية، ماني مسيحي أنا، أنا مسيح على الهوية بكون. إذا ما كان في كلمة شو بيكون فيه؟ بدل الكلمة في إبليس بيكون. يعني طبعاً. يعني كل شخص بعد ما عم بيقرأ الكلمة تحت سيطرة إبليس وتحت القيود وفائد السلام وفائد الفرح، ما في ثمار الروح. ولو هم بيصلي كل أحد كنيسة وهم بيصلي ماشي، هيدا واجب عم يعني بقوم فيه، إنما هو الكتاب حياة، النهار حي بدها تفيد فيه وقت يقرب الإنجيل، بده يعيش الروح، بده يعيش حياة منتصرة. يعني حضرتك كم سنة صليت قبل ما تختبر ولادي جديدة؟ بتطلع على ورا منهم شي طلعوا داش دي. كم سنة؟ شي 20-30 سنة. 20-30 سنة ما قفيت أحد عم بتصلي بس ما كان في سلام، ما في شي، توتر. مسروق الفرح مني، مسروق الفرح، قلق. يعني شو بدي خبرك، يعني في عندك حرب دهن، حرب الذهن ما طبيعية كانت. نعم. كان في كومبريسور براسي صار له أنا 30 سنة. نعم. من عمري 16 سنة لهلأ، يعني لمن سنة أنا لحديث ما ولدت ولادي الجديدة، كومبريسور براسي ضياع وانتفى هذا المصنع اللي بيصدر شر. عم بتضحك وأطلع لورا عم بتضحك، يعني صرت أنا اليوم بموكب النصرة. آمين باسم الرب. عندي سلام منه طبيعي. آمين 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 يعني آمين. بده يعيش بهيدي الأوضاع الاستثنائية بالبلد ويقول عن حاله فرحان، شو من وين مصدره الفرح إلا الروح القدس؟ أنا حياتي خيي نبيل هي بتشبه حياة خيك إيجار. بعرف. ولكن ما كنت أنا عايش مثلك فريسي. نعم. بس بعد ما ولدت من جديد وتغيرت حياتي، لقيت ما في أكثر من الفريسيين الموجودين. نعم. بالعالم ومن يعني حأحكي عني أنا، أمي وخالتي وعمتي وعمتي من أهلي. مين عم بحكي معلين بس له فريسيين اللي كنت انا مفكر ان قديسين. منكرم الرب بشفتينا وقلبنا كان بعيد عنه. كيف باردون؟ منكرم الرب بشفتينا وقلبنا كان بعيد عنه. وليس من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل. امين. بدي اتشكركم اثنينكم، امن بالرب يسوع بتخلص انت واهل بيتك. ما في احلى منكم اليوم، انه الرب يعزيكم والرب النور يفوت على حياتكم وترجع هالمحبة والوحدة بين بعضك البعض. سؤال أخير، اليوم بتفتخر بعد ما كنت تستحي من خيك إيجار، اليوم بتستحي فيه أو؟ ربنا بيفتخر مش بالأصحاء، ربنا بيفتخر باليلي شفيه ويلي تابه. إذا ربنا بيفتخر أنا ما بدي أفتخر؟ يعني طلع فيه شو بتقول له؟ شو بقول له؟ برجع بقول له الآخرون أولون أولون آخرون، وأنا بفتخر فيك يا خيي. يعني هلا بتتمنى تكون مثله؟ اكيد يعني انا بس انت كمان مثله.
أكيد، لسيما أنه كان الفضل لجماعة العنصرة لأنه وضعه استثنائيا. أنا قلت ما بينشغل فيه بقى خلص. خلص ما بقى. لا 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 أبدا أبدا ما ولا يعني ممكن ولا بأي شكل يعني. وقتها للصراحة بدي أقول شغلة هو ما بعرف إذا بيعرفها، وصل لمرحلة أنه كنت عم بتواسط مع ناس بيشتغلوا مع دار الصليب، كنت عم بطبقهم نلقطهم ونحطهم بدار الصليب لأنه ما بقى صالح لشيء. أنا بدي أقول الغير مستطاع عند البشر مستطاع عند الله. اليوم لكل إنسان هو بحاجة لتحرير، لكل إنسان بحاجة لشفاء، لكل إنسان وصل لمحل مدمر عائليا وماديا، اليوم يسوع هو مستعد ووقف حبيب قلبك عم بيدق، بس تسمح له تقول نعم تيفوت ويشقلب حياتك ويسكب محبة بقلبك، يسكب السلام والفرح والراحة ويرجع يحول اللعنة اللي كنت فيها، يعود لك من بركاته من فاد من التعويضات حياتك، تكون عم بتغير فكرك وقلبك وتكون إنسان جديد وتبدأ حياة جديدة، والرب بيحبك مثل ما أنت، ما تخاف تقرب صوبه، هو عم بيدق حبيب قلبك وبيحبك وانت مقبول عنده، والاولون اخرون والاخرون اولون. نسمع ترنيمي. هنصلي طول الأوقات لو أفضل.
منازلنا لو في الشارع أو لسه في منازلنا لو كنا خير ولا لسه في منازلنا لو في الشارع أو لسه في منازلنا طالعين من حفرة أو في منزلنا هنصلي لما نخبط باب يفتح بسهولة وما تكون كل الأبواب مفتوحة قبل العقل حاجة أو مش معقول امين امين باسمه هنصلي كل الاوقات صلوا لو افراح كل حين ولا ضيقات بالافراح وبالضيق صلوا كل حين امين ولا تملوا ناخد اتصال من مياده من لبنان الو سلام المسيح بقلبك اختي تفضلي سلام المسيح اخواتي ربي يبارككم خيي موضوع كثير حلو انا وقعت فيه هيدي معركه الذهن نعم كل واحد كان بعيد عن الرب وأنا ما كنت مفكرة حالي بعيدة عن الرب كنت أعمل مثل ما قال خينا وأخواتي عندكم كانت فريسية كنت أعمل الواجبات الدينية انزل على القداس أعمل كل شيء بيرضي الرب على أساس طلعت أنه فريسية بامتياز بس وقعت بمشكلة خيي أنا عرفت حالي أنه أنا فريسية وما كنت بعرف الرب منيح بس كان في عندي شيء حلو انه كنت برر لكل شخص كان عم بيغلط معي او بحق كنت برر له وكانت اعذره على كل غلطه بيعملها بقول في شيء يعني اكيد في شيء لحتى اعمل هالغلطه وعدو الخير كثير ذكي صحيح كذاب بس كثير ذكي هجمني بهيدي الفكره انه برر حط لي فكره انه انا مظلومه نعم أنا مظلومة وكل الغلط اللي عملوه بحقك والثقة اللي حطيتيها بأقرب الأشخاص لإلي هيدا غلط والذهن ساحة معركة يعني الموضوع اللي الموضوع اللي حكيناه اليوم تقريبا كنت فيه صحيح خيي صحيح هي ذاتها كلنا بنمرق فيها هيدا صح بقى هيدي الساحة تغلب هجمني فيها إبليس بهيدا الفكرة إنه أنا مظلومة وخليني امشي طيع هيدا الذهن طيع هالافكار استسلمت لهي الفكره وبس الواحد يستسلم لفكره صغيره اللي هي ماشي انه عبرت بلش يفوت افكار او انا مظلومه باردون انا مظلومه صار يفوت افكار سيئه اسوء من اللي قبل افكار بتجيب افكار افكار بتجيب افكار نعم اكيد افكار بتجيب افكار هيدي كثير مهمه صح صح وهيدي الأفكار خلت تنزل على قلبي تتملك قلبي حقد وكره وعدم ثقة وقلق وخوف يعني عشت بوقت هالفترة بس نشكر الله فترة كانت صغيرة لأنه تعرفت عليكم ما يدا كيف تغيرتي شو صار كيف وعيتي صار عندي ولادة جديدة من 3 سنين ونص خلي أنا هاي من الأخير يعني هاي من الأخير من الأخير صار في ولادة جديدة من 3 سنين ونص يعني جدد ذهنك؟
أكيد أختي أكيد بدي أتجدد. كيف يعني تجدد؟ بالرب يسوع أنا تمسكت بالكلمة. وضحيلنا أكثر أختي، كيف يعني تجدد ذهنك؟ يعني شو اللي تغير؟ شو اللي تغير بذهنك؟ اللي تغير إنه صرت أعرف كيف حارب هالأفكار. سكت بينتي على العالم، بعدت نعم. عزلت حالي عن المجتمع اللي بجيب لي هالأفكار على راسي. نعم. سكت بينتي، بطلت شوف الأشخاص اللي هن اللي يهمني كان يقولوا أن أنت مظلومة حتى أقرب الناس لقلب. بعدت عنهم، أنا ما بدي أكون مظلومة، أنا بدي أحب الأشخاص مثل ما الرب بده إياني أحبهم. أمين. بدي سامحهم، وطلعت بالآخر أنه حق علي مش حق عليهم هن أختي. طيب ميادة، يعني كمان في اتصال آخر، تيني باختصار باختصار حياتك الفريسية، يعني كنت تصلي، وحياتك قبل ما تختبري الرب يسوع من 3 سنين ونص. أنت إنساني مسيحية، كنت تصلي، تعملي كل بيتك، كيف كانت حياتك؟ فيها فرح، فيها راحة، فيها حياة؟ أكيد خيالي، أنا كنت أعرف أول شيء صار عندي علاقة جديدة ومتينة مع الرب، كنت أعرف أحكي أنا وياه، كنت أعرف أطلب منه، صار حط لي يعني طهر لي قلبي، نظف لي قلبي، شل لي الدنس منه، وطهر لقلبي، طهر لي أفكاري. صرت انا مرتاحه انه انا رجعت خليقه جديده، صرت اعرف صلي. ميادة سؤالي، نعم. قبل ما تولدي من جديد، ابي ابي اقصد كثير الخط عشان هيك مش عم بسمع خيي. اوكي، قبل ما تختبري الولادة الجديدة، نعم، انت انساني قلتي انك كنتي فريسيه، صح، كنتي سنين بتصلي، نعم، وبتعتبري حالك مظلومه واحسن من غيرك، نعم. كيف كانت حياتك؟ فيها راحة؟ فيها فرح؟ لا لا أكيد لا. أكيد لا. شو كان؟ كيف كيف كانت حياتك؟ كان في حزن، كان في مشاكل، كان في قلق، كان في خوف، وأنا بصلي وبعمل مسابح وما بخلي قداس وما بخلي مناسبة، ما بخلي أعياد، ما بخلي صوم، ما بخلي تسعوية أعملها، ما بخلي زيارة سياحية بعملها. أكيد كان كل هيدا الشيء ما كان عاطيني لا سلامة ولا فرح، كان في خوف وقلق ومشاكل دايمة، وكنت رح اوصل لمشاكل ببيتي، وصلت مشاكل كبيره ببيتي، بس تعرفت عليكم خيي وتعرفت على الرب يسوع، صار في علاقه ولاده جديده، صار في سلام، صار في نشكر الله انه الرب عم يسكب فينا هالمحبه، هال بوضوح القدوس عم يسكب فيها المحبه، عم بعرف اتصرف، عم بعرف اعطيني الحكمه، يعني قربت من الرب وعم يعطيني، نشكر الله. يعني ميادة إذا ملفت الهوى لقلك ساعتين بتحكي ونشكر الرب عليك. الرب يباركك، بدي تشكلك ها تليفونك واتصالاتك، ها اتصالك وها شهادتك الرائعة، وصلي كمان تبقي تجي وتشهدي للرب أكثر. باسمة، اليوم داش في عالم فعلا بالحقيقة عايشين مخشي ها قلبهم أو ها عيونهم في غشاء، وعيشين فريسية مثل ميادة ومثل السيد خي نبيل، اللي بصدق هني مفكرين هم بيعملوا كل اللي لازم يعملوه، بس هني مش عارفين انه هني بعدهم بالظلمة. ليش في فريسيين اليوم بالعالم؟ انا واحدة منهم كمان، كنت فريسية، نعتبر حينا منصلي، كنت مفكرة حالي، ما منقفي احد، كنت مفكرة حالي تمام وبصحة جيدة روحية وبعقلي الكامل. لا، اكتشفت بعدين من بعد ما تفتحوا عيوني وراحت الغشاوة وتعرفت على الحق، والحق حررني من كتير أصنام بحياتي، أصنام اللبس، أصنام الأضواء، أصنام الشهرة، أصنام حب التبذير المال، كذا صنم كنت عاملي حصون، إذا بدك أنا عملتها بإيدي، ما كان الحق على الرب، بس أنا كنت عاملوه لأن ما كنت عارفة أنه أنا اللي بنيتها. يعني كمان كنت فريسية؟ أف بقوة، كتروا الفريسيين بلبنان أخواتي. نشكر الرب. معنا اتصال من خينا توني، تفضل خي توني. ألو، سلام المسيح بقلبك خي توني. بقلبك حبيبي، سلام المسيح أخ توني. أنا بدي شد على أيدكم الليلة وهنيكم على الحلقة الرائعة، لأنه فعلا هي حربنا، هي حرب بين قوى الشر وقوى الخير. إله الخير يلي هو ربنا يسوع المسيح، والشر إله الشر يلي هو ملك العالم إبليس. المعركة بأيدنا نحن، يعني اللي بينتصر بينتصر إذا نحن قررنا، قرار تركنا هي ربنا وإيدنا نحن وميزنا.
خلقنا على صوته ومثاله على التمييز اللي عطينا اياه وهالاراده والحريه اللي عطينا اياها. فنحن نعرف نختار، فينا نختار ابليس وفينا نختاره هو ليسوع. حضرتك شو اخترت؟ اكيد بدي اختار يسوع، بس بالماضي كنت عايش مع ابليس مثل ما كل واحد منا بالماضي بيكون عايش، لانه ابليس بيصير زارع لنا الافكار، حب السلطه وحب الشهوه، شهوتها الارض، يعني شهوه الجنسيه والمال والسلطه وحتى فكره الموت بخوفنا منها ابليس، يعني بيزرع الحقد بقلبنا، بيزرع الكراهيه، بيزرع الانانيه، الكبرياء، كل شيء ضد الخير. بينما يسوع بيزرع لنا المحبه والسلام. امين. توني سلام يفوق العقول. توني ايمتى اختبرت انك انت اختبرت يسوع او اختبرت ولاده جديده او اختبرت؟ انا اختبرت الولاده الجديده من خلال الرياضه الروحيه اللي كانت مع حضرتك بالرياضه الروحيه. انا طلعت حشريه لانه مرتي طلبت مني انه اطلع. طلعت مثل ما كان عم بخبر خينا نبيل انه احنا كنا مسيحيه بس كنا فريسيه، كنا نروح على الكنيسه نصلي بس نصلي نتمتم بشفافنا. ما كان عندنا الايمان، ما كان عندنا الكلمه المعرفه مثل ما يعني. وهلك بقول هلك شعبي، هلك شعبي من عدم المعرفه. نحن كنا هيك، ما كنا نعرف شيء، يعني ما نعرف كلمه الله. يمكن هذا العتب انه ما كنا، يعني ما حدا علمنا على الانجيل الا انت خيي توني. نشكر الرب على الانجيل. توني اسمك توني مثل اسمي صح؟ معقولي توني كان كمان فريسي وفكر حاله انه هو مؤمن وماشي حاله، اخر شيء يطلع بيعمل اعمال ابليس ومشيئه ابليس وعدو الله بمحبه المال واغراءات المال وشهوات العالم ومحبه العالم وشهوات العالم عداوه الله. بالوقت اللي انت كنت بتعتبر حالك مسيحي واسمك توني وكنت بالحقيقه انت كنت عدو الله، صح؟ صح. وقديش في عالم اليوم مثلك كانوا؟ كتار كتار. وهذا اللي بيزعجني، هذا اللي بيقهرني، انه انا تعرفت على المسيح وتعرفت على كلمه الله وشفت الفرق. وهذا هي انا شفت السلام، سلام حقيقي، سلام الذي يفوق العقول مثل ما بقول يعني. مش هناك بدنا يعني. العتب انه رحت تخبر عن يسوع عند العالم وما يتقبلوك تزعل، يعني عم بنقول لكم الفرحة، بدي اياكم تكونوا فرحين مثلي. أنا إلي كلام لإلك هيك خاص على قلبي، بدي أقول لك بصلي باسم يسوع توني تكون نور على منارة باسم يسوع، تكون شعلة يسوع وين ما رحت، وتلبس الحذاء التبشيري كيف ما برمت، تقدس الأرض يلي رايح عليها وتبشر باسم الرب يسوع. يعني بدنا نكرس كلنا بالبشارة، وهيدي الإرسالية العظمى يلي نحن مدعوين لإلها، إنه نكون دايماً عم نبشر وعم نخبر عن البشارة. فربنا يباركك وتعيش وتشهد للرب يسوع. بدك تقول شيء بعد كانت لاتوني؟ إذا بتحبي أنت ايه تفضل. لا أنا كنت ناطرة لناخد الاتصال الثالث، بس ما بقى في وقت للاتصال. نصلي نحن وإخواتنا قبل ما نسمع آخر ترنيمة وننهي. إخواتي يمكن هالحلقة هو يمكن حلوة، أو أنا أكيد أنها حلوة لأن كل شيء من الرب حلو، ولكن ما تنتظر أنه نحن نزرع الكلمة بحقلك. روح هيئ كل يوم كلام لذهنك، ما تفضي ذهنك وتنزل هالعالم تستقبل أفكار، لأن الفكرة اللي بتجيبها من العالم بتجيب سبع أرواح شريرة معها. كل يوم حضر أكل وطعام لألك. أمين. صلي باسم الرب يسوع أنه الرب يكشف ذاته لألك، وكل شخص فريسي عم يسمعني الرب هيك يكشف أكاذيب إبليس، لأنه إبليس كذاب وأبو الكذابين. الشجرة الجيدة تعطي ثمار جيد. صلي باسم الرب يسوع كل شخص مسيحي أنه يكون مملوء من الروح القدس، ينكشف كل أكاذيب حياته، يكون محمي حماية بدم يسوع المسيح. الرب يبارك ويبارك أعماله كلها باسم يسوع، ويكون سبب بركة للآخرين، يكون هم بيلهج بالكلمة، يبعد عن العالم وكل فكر من إبليس ينكشف باسم يسوع، ونكون عنا شهوة بقلوبنا وشوق إن نحفظ الكلمة، ويكون كلمة هي ثابتة ومستأثرين بفكرنا، ليكن لنا كمسيحيين فكر المسيح ونعمل أعمال المسيح ونسلك كما سلك المسيح.
وما نتشبه إلا بالمسيح. آمين. باسم يسوع، من مجد إلى مجد، من نجاح إلى نجاح، ومن قوة إلى قوة، باسم الرب يسوع. آمين. آمين. يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد، هو هو ما بيتغير. الله هو شغلته يهتم فينا. جملة أنا هو قلنا إياها كلنا اللي اختبرنا الرب يسوع. أكرس النفس له. كي يقوم المسيح بحياتك وتصير تقول المسيح قام حقا قام ونحن شهداء لذلك، هي إنك تتوب عن خطيتك. أنت غني بالمسيح. المسيح الحقيقي هو حب، المسيح الحقيقي هو نور. ما فيكم مسيحي وحزين، ما فيكم مسيحي واتنين هم. على إلى الأبد فوق. نرجع منبلش سوا بسهرة روحية.